وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. أين سببه المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى؟ أين يا ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى؟ يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطايب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشقب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاغرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعهديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري يا سيدي أين استقرت بك النوى؟ بل أي أرض تقلك أو ثرى؟ أبرضوى أم غيرها؟ أم ذي طوى عزيز علي أهان؟ أرى الخلق ولا ترى. يا صاحب الزمان، يا قائم آل محمد، أين استقرت بك النوى؟ سيدي علك عند قبر الحسين، سيدي علك عند قبر العباس، أو كأني بك بين الحرمين، تقصد العباس ترى والحسين أخرى. يا مولاي عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى.
بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزحها عنا، بنفسي أنت أمنية شائقه يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاغى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دون غم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عينه فساعدت عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فتقر فنقر يا عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناس، ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العتات وجحدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندي العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغيث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجواب، وبرهد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعة والمنتقى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وبذلك يا ربي إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت.
على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. اللهم وأقم به الحق، واضحض به الباطل، وأدل به أولياءك، وأذلل به أعداءك. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذه بحجته ويمكث في ظله، وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاء وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولا، وذنوبنا به مغفورا، ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفيا، وحوائجنا به مقضيا. وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجهدك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسك وبيده ريان رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.